بسمع كلمه ليه خلاص بشكل عشان خلاص والله العظيم ما انت ايه ابن اختي يقعد في وش الكاميرا يا بنت ما هي هي لا انا مالي لما تاخد ابن اختك يقعد جنبك ولا تقعد في اي حته ابن اختي ها ابن اختي يعني ده ما هو ده ابن اختي برضه طب ما انت حر وبعدين ده اكبر يعني عشان انت ماشيه في الاصول ده اكبر منه يا علي يا حاج علي عملت فيك زي ما عملت فيا بالظبط انا ازيكم يا جماعه عاملين ايه وحشتوني بغض النظر ان التسريحه بتاعتي مكركبه يعني ايه استثناء ما حدش يبص على التسريحه ركزوا في علي بص يا علي انت امبارح خليت نعمل مقلب في مين في العيال طبعا وكان مقلب يعني ناجح جدا النهارده بقى عايزين نخطط ونعمل مقلب في ابن اختك احمد في الضيف الرخم ايه رايك فكره حلوه ايه بقى هي الفكره ما ايه هي الفكره نعمل بص هقول لك نعمل ان هو سرق حاجه من الخاتم الذهب بتاعه برضه خاتم الذهب لا في فلوس راحت من البيت ما نعمل مقلب ان هو ان انا مش طايقاه لما احنا جينا ناكل مثلا ونقول له بقى ان انت بتحب ده اكتر من ده فاهم انت ان انا مش طايقه الضيف الرخم ابن اختك وبحب ابن اختي صح والله. ايه رايك في الفيديو بجد طب بص انا عايزك تقفور عايز الولد يعيط ماشي يعيط لا علي بجد هو نصح وقرضي اياك بس ما يقفشهاش لا مش هيقفشها لا على الله ما احنا عايزين بص يا علي ازيكم اول قلت لهمش ازيكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ معرفش انك هتصورت عاملين ايه؟ عاملين وحشتوهم وحشتوهم بصوا بقى هنعمل مقلب في احمد وايه وربنا يستر وما يقفشوش يعني فرجع على الله بس لو عيط اختك هتزعل؟ ده ما بيعيطش ليه؟ طبعا انا عايزاه يتعصب عايزاه يتقمص ويمشي يقول لك والله ما اكل وكده انت طبيعته هادي مش هيتقمص هو ممكن يتحرج بس ايوه عايزك تحرجه بص انا عايزاه يبقى محروق جدا وانا ابو الرخام وانت رخم بطبعك يلا بينا عشان مصوره يعني ايه وشفت التسريحه منظمه انا ست منظمه والله العظيم كانت مظبطه بس عشان كنت بلبس وكده فايه كوبايه الشاي بتاعتي يا جماعه انا اللي بحطها هنا وعلي كده يعني ما علينا المهم اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس وانا بحبكم حبه قد الكركبه اللي في طب معلش ما علينا يعني كنت عايزه اقول لك ايه في الشنطه دي عشان شكلها وحش قوي يا خارجه جميل ده منظر طبيعي خلي بالك والله العظيم انا كده ولا بسيب الحاجات دي كده بس هو عشان شفتها قبل كده مره شبس الشنطه مفتوحه لا يلا لهم اضغطوا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس لا ما بقولش الكلام ده الحاجات دي بتبقى من نفسه سلامه يا جماعه اعملوا من نفسكم سلامه يا جماعه ما تنقل يا بنت محمد هنا ومحمود هنا مش لازم اي حاجه يعني لا لا انا يعني عشان بس يبقى في الوش كده لا عشان محمود ابن اختي يقعد في الوش اهو معانا خلاص لا ما تقومش لا تقوم ما يقعد في الوش ما يا بنت ما هي يا ما هي ما انت هتدخل برضه يبقى معانا لا يدخل معانا عشان الاضاءه تبقى في وش ابن اختي هو ده هيعاتبني مش فاهم خلاص لا ما فيش حاجه اسمها خلاص هو قاعد كده في الوش ابن اختي يقعد في الوش والله يا محمود اسمع كلمه ليه والله العظيم بشكل عشان خلاص والله العظيم ما انت ابن اختي يقعد في وش الكاميرا يا بنت ما هي هي لا انا مالي لما تاخد ابن اختك يقعد جنبك ولا تقعد في اي حته ابن اختي ها ابن اختي يعني ده ما هو ده ابن اختي برضه طب ما انت حر وبعدين ده اكبر يعني عشان انت ماشيه في الاصول ده اكبر منك لا معلش بس ده الله اكبر مني هو اكبر مني يا بنت اخد اكبر مني هو ده اكبر طب هم واقفين جنبه ده اكبر شاف الاطول مني ده مالناش دعوه يلا عشان نبدا بقى النشوه بقى طب ما تتدمر بالك ابن اختي هيقعد جنبي ويقعد في وش الكاميرا ما ينفعش يا بنتي المنظر كده مش كويس انما ده كده وده كده ما هي منظره مش كويس اقسم بالله العظيم ما هو قايل انت ابن اختك لا اله الا الله محمد رسول الله طب ما تايم ابن اختك عشان نبدا بقى يا نشوى انت هتخسر ايه؟ طب ما تايم ابن اختك يا نبدا ممكن لا والله ما انت قايم عايز اللي عايز قايم قايم ابن اختك وقاعد مكان جنب خالته يا بنت ما هو ده مكانه اصلا اعتبر محمود ما جاش ودخل على لك احمد لا ما فيش حاجه اسمها مكان بس لك احمد كانت كاسك كده كمان مطبخ انا بقول كده سخن شويه بس عيب كده اصلا العيب ايه يا بنت وانا بقول لهم ما تاكلش لا ابن اختي يقعد في وش الكاميرا ما ابن اختي وش الكاميرا ايه يا بنت يا جنازه امشي في المقدمه ابن اختي يقعد في الجنب اللي ان شاء الله اصبري ثواني انا هو انا الحكايه نحلها خلاص الله يلا احمد انت جايب ايه يا محمود يا بتزه هات كده على اذنك صل على النبي صل على النبي الله ما جه انتوا ادي له واحده ادي له واحده هات دي الصرافه خد قوم بالوقت خلاص يلا يا جماعه بتزعل لكم عشان يلا هو يلا ايه؟ يلا عشان نبدا نبدا التحدي طب ما تتنقل ليه عشان نعرف والله العظيم ابن اختي ما هو قايم من وش الكاميرا يعني حتى بيقعد في وش يعني الرجل. يعني عايز تقيم بقى ليه ابن اختك انا ابن اختي مش قايم ما بتحبنيش اصلا يا خالي لا انا ب... لا لا انا بحبك وانا ما بحبكش بس يعني انا افضلك طب قوم تعالى اقعد هنا والله لا انا افضلك يعني عن ابن اختي محمود انت طيب اقصر المشاكل عشان والله ما والله اقسم بالله
اللي انا بتسمع بالله عليك هتسيب لك البيت وهتيجي معايا بعد ما تمشي يا محمود هتسيب لي هسيب لك البيت وتاكل معايا هتيجي معايا ماهيش مشكله بس بعد ماهيش مشكله امال انت ما انت هتاكل تصير اصيله ومش انت هتفضل بقى في الطعم ايه يا سيدي ماهيش مشكله بس بس نحل مش مشكله مش مشكله شمك ده عادي مش عادي عادي يعني ولا حاجه بتفرق معايا قوم يا ابني يلا يلا واحده اللي ما تقدرش جوزها خد بقى ايه اللي ما تقدرش جوزها ما تقيم ابن اختك هو ابن اختك على راسه ايوه يقعد ان هو فعلا لا ما يقعدش في الوش ما يقعدش في الوش ابن اختك بالظبط وهاكل انا جعان ابن اختك ما يقعدش في الوش خلاص خلاص ما يقعدش في الجنب ده يقعد يا محمود خلاص يلا يلا خدت بقى بقى انا نفسي اعمل مقلب عدل لا ده 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 حد عنده دم انت ما بتزعلش انا كنت بعمل مقلب فيك اصلا اصلا انا قلت هتزعل بقى وانا بقول ابن اختي ابن اختي هو ده مش العادي بقى اذنك بقى خالته انا عايزين بقى خالته الحاجه دي مقسمه بالعدل انت ما زعلتش انت ما زعلتش بزعل من ولا اتحرجت؟ ما اتحرجت من انا بيت خالتي انا خالته ماشي صدقني مقسمه بقى خالته الحاجه انا بعمل مقلب مش مهم بس لو عشان انا جعان اه يا حبيبي وانا والله سيبني بقى الاكل بس بالعافيه ماشي يلا بابا عايزنا اجمعني المقلب بس يا جماعه معلش انا كان نفسي ان انا احرق دم ده واستفزه لسبب لان انتوا بتقولوا في الكومنتات ان انا بعمل ده حاجه وبعمل ده هي فعلا بتعمل لنا حاجه وبتعمل عيل وقتي دول ولادي يا جماعه ده ابن اخته يعني ابن اختي وده انا معرفوش اصلا هو جاي ازيكم عاملين ايه وحشتوني هو ده دي لون انت جعان أجعان محمود ليه لون اللي هو احمد ليه لون اللي هو الضفي يعني الرخي لا هو ما اطلق على فكره في الحقيقه خالته معلش خالته شيخ ابن اخت الاستاذ عبد شفته ازاي بقى الواد هنا الواد انا طول الرز ده مش هاكله ما بهزرش مش هاكله ده التحدي الواد انا عايز اسالك سؤال الواد ده فعلا حقيقي رخم عليا بيقعد يرخم طول النهار يرخم عليا انا ما اعرفش ليه مش اتكلم عن نفسي ما بحبش كده طول النهار يرخم عليا نبدا ولا ده المقلب كده باص كان نفسي ان انا اعمل جوازها باظت يلا قول لهم اضغطوا لايك اضغطوا لايك وصل الفيديو ده 200,000 لايك قول لهم 200 مقلب سكينه هو 200,000 200,000 لايك محمود هو جعان المقلب مش مقلب هو جعان محمود مش في الفيديو ده خالص محمود هيتقابله وقبل محمود في الفيديو التاني محمود مش بتاع تقريب والكلام انا كان نفسي اعمل مقلب وينج ما تيجي نحكي حكايه طب ما انا وطمنا قلت لي غلطه عملية قلت مقلب فيه بس انت ما رضيتش ما انت كنت هتعذبه ده انت مش مقلب بالله ما قال لي على جيب كيفك خد تيجي نقعد نحكي شويه يا محمود؟ تيجي نقعد نحكي؟ اما عليه ما نزعل من بعض اما عليه انسى مفيش تهريج يا جماعه انتظروا الفيديو بتاع المقلب اللي محمود هيعمله في حالي من غير علي تيجي نقوم نعمل مقلب؟ مش عارف انتوا عارفين لو جبتوا مين دلوقتي محمود هياكل يلا